الشبكة السورية تقول إن سلطة الأسد توظف واجهات مدنية وإنسانية لسرقة مساعدات السوريين. طالت مناطق سكنية ومرافق عامة واستخدم فيها أسلحة محرمة، انتهاكات للأسد وروسيا في سوريا خلال 2023. أحد عشر عاما على تشييد الخيمة الأولى في أطمع، تغريبة وانتهاكات متواصلة للأسد مهدت الطريق للنزوح مع استمرار المعاناة. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. كشف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استثمار سلطة الأسد للمساعدات الإنسانية الأممية والتحكم بها عبر مؤسستي الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية العامة للتنمية. وأكدت الشبكة أن على المجتمع الدولي إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات لمستحقيها. الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية العامة للتنمية، أدوات سلطة الأسد في نهب المساعدات الإنسانية. هذا ما تضمنه تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان يكشف فساد المؤسسات المسؤولة عن توزيع المساعدات الأممية في مناطق سلطة الأسد. تقول الشبكة في تقريرها إن سلطة الأسد أجبرت منظمات الأمم المتحدة على التعاون مع هاتين الجهتين فقط لتنفيذ أي مشاريع إنسانية في سوريا وحصر الدعم من خلالهما، ثم بدأت سلطة الأسد بتحويل المساعدات بما يتناسب مع مصالحها والتحكم بالمستفيدين. يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن التقرير كشف عن أسوأ ما كان في هذه المنظمات التي شكلت واجهة مدنية لنظام عسكري سلطوي، بينما كانت منصة لأسماء الأسد وزوجها للترويج لهما ولسلطة الأسد مستغلين بوابات المساعدات الإنسانية. ومما أكده التقرير هو أن منظمتا الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية العامة للتنمية لا يمكن تصنيفهما كمنظمات مجتمع مدني، مبينا أنهما يتبعان للأجهزة الأمنية بشكل تام، ولذا فإن على المجتمع الدولي إدانة ذلك وإيجاد طريقة جديدة لإيصال المساعدات لمستحقيها في مناطق سيطرة سلطة الأسد. شهادات سابقة حصلت عليها حلب اليوم من دمشق تؤكد ما جاء في التقرير. يروي موظف سابق في الهلال الأحمر السوري لحلب اليوم أنه على مدار الأيام التي قضاها مع المنظمة شهد حوادث عدة تعاون فيها ضباط استخبارات وسياسيين مع موظفين من المنظمة لسرقة ما يقرب من 300 سلة غذائية وإعادة بيع المساعدات لأحد التجار المتعاملين معه. شهادات أخرى من مدنيين حصلت عليها حلب اليوم أكدت حذف أسماء أرامل وعائلات محتاجة من قوائم المساعدات، وهو ما أكدت تقارير حقوقية سابقة أيضا. يظهر للجميع سرقة سلطة الأسد للمساعدات وارتكابه عشرات الانتهاكات الموثقة، غير أن الاستجابة الدولية لذلك تبدو أقل من المطلوب، وهو ما يعطي سلطة الأسد مجالا واسعا منذ عدة سنوات للمضي في خروقاته بحق الشعب السوري. تنضم إلينا سيدة يومن حلاق باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحدثنا من لندن، مرحبا بك معنا سيدة يومن. ما أهمية التقرير في حجب الثقة الأممية عن هذه المؤسسات؟ طبعا أحد الأهداف الأساسية للتقرير هي فضح ممارسات النظام واستغلاله الممنهج للمساعدات الإنسانية وفضح هذه المؤسسات الفاسدة على وجه التحديد. وقد تناولت في الواقع العديد من التقارير في الشبكة وفي منظمات حقوقية أيضا أخرى هذه المسألة على أمل الدفع باتجاه حجب الثقة عن هذه المؤسسات، سواء الثقة الأممية وحتى الثقة الدولية كذلك. فإلى جانب المساعدات المقدمة من قبل الأمم المتحدة يتلقى كل من الهلال والأمانة كذلك مساعدات من جهات دولية أخرى سخرها الأسد أو سخرها النظام الأسد لخدمة مصالحه الشخصية وتمويل الحرب ضد السوريين. هل الأمم المتحدة قادرة على فرض آلية تضمن وصول المساعدات لمستحقها، أم أن أقصى إجراء يمكن أن يتمثل بقطع هذه المساعدات فقط؟
في الواقع تستطيع الأمم المتحدة فرض العديد من الإجراءات التي تضمن على الأقل وصول الجزء الأكبر للمستحقين من المساعدات، وذلك عبر مفاوضة نظام الأسد وعدم الخضوع بشكل كامل لشروطه. تستطيع على سبيل المثال رفض التعامل مع الوكالات الحصرية التي فرضها النظام لتوزيع المساعدات، ألا وهي الهلال والأمانة، والعمل مع جهات أخرى تتمتع بهامش أكبر من الاستقلالية، أو العمل مع المؤسسات التي أثبتت أنها قادرة على العمل بشفافية. أيضا تستطيع الأمم المتحدة إجراء المزيد من التحقيقات حول الشخصيات التي تنفذ المشاريع الأممية في سوريا، والتأكد أن هذه الشخصيات أو المؤسسات غير مرتبطة بأشخاص ثبت تورطهم بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في سوريا. أيضا من المهم أن تفعل الأمم المتحدة رقابة صارمة في المناطق التي يسيطر عليها النظام لتجنب التورط في دعم منتهكي حقوق الإنسان في سوريا. هناك نقطة يعني أخيرة سيدة يومن، تقارير سابقة أثبتت تورط سلطة الأسد باستخدام المساعدات حتى لأغراض عسكرية، وجاء هذا التقرير يؤكد سوء استخدامها أيضا. هل سيدفع ذلك بملف المساعدات المقدمة للشمال السوري، شمال غرب سوريا، إلى الواجهة من جديد بحيث يمكن تجاوز سلطة الأسد هناك؟ في الواقع هذا ما نحاول دائما التأكيد عليه، على أن سلطات الأسد لا تحرم المستحقين من المساعدات الإنسانية فحسب، بل أيضا تستخدم هذه المساعدات في تمويل حرب الأسد على السوريين. وبما أن هذه السلطات غير مؤهلة حتى لإيصال المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، فهي غير مؤهلة بالتأكيد للإشراف على توزيع المساعدات في الشمال السوري. وإصرار نظام الأسد ومن خلفه سوريا الداعمة له في مجلس الأمن على عرقلة وصول المساعدات إلى الشمال عبر الحدود، ما هو إلا بهدف سرقة المزيد من الأموال الأممية وتضييق الخناق أكثر على السوريين في الشمال. وفي الواقع ما نطمح إليه هو استمرار التأكيد على استغلال الأسد للمساعدات الإنسانية والدفع بملف المساعدات في الشمال نحو الواجهة دائما، والتأكيد على عدم تسييس المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة جديدة بيد الأسد ليبتز من خلالها السوريين في الشمال. أشكرك يا سيدة يومن حلاق، باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حدثتنا من لندن، شكرا جزيلا لك. اعترفت روسيا بمسؤوليتها عن القصف المنفذ في إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وهو ذات القصف الذي استهدف المناطق السكنية وخلف العديد من الضحايا في صفوف المدنيين. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت إن القوات الجوية الروسية هي من شنت الضربات في محافظة إدلب، إلا أنه زعم استهداف مواقع ومستودعات عسكرية. مراسل حلب اليوم أكد أن الغارات الروسية طالت مواقع مدنية وأوقعت إحداها قتلى بين المدنيين من عائلة واحدة بينهم أطفال، وكانت قوات الأسد وروسيا قد صعدت من قصفها بالصواريخ على قرى وبلدات بريف إدلب الغربي والجنوبي وريف حلب الغربي. وثق الدفاع المدني السوري أكثر من 1200 هجوم شنته سلطة الأسد وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا منذ الأول من كانون الثاني حتى 17 من كانون الأول من العام الجاري، راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال. أكثر من 1230 هجوما منها 11 بالأسلحة المحرمة دوليا نفذتها سلطة الأسد وحليفتها روسيا على مرافق عامة ومستشفيات ومدارس شمال غرب سوريا منذ الأول من كانون الثاني حتى 17 من كانون الأول من عام 2023 وفقا لإحصائية صادرة عن الدفاع المدني السوري. الإحصائية أظهرت استهداف 397 منزلا للمدنيين و16 مخيما للنازحين و24 مدرسة وستة مرافق طبية واثني عشر مسجدا، إضافة للعديد من الأسواق الشعبية ومراكز الدفاع المدني ومحطات المياه. الهجمات تسببت بمقتل 162 شخصا بينهم 46 طفلا و23 امرأة، إضافة لمتطوع من الدفاع المدني، وإصابة 846 شخصا بينهم أطفال ونساء بحسب الدفاع المدني. آخر هجمات سلطة الأسد وروسيا في 25 من الشهر الجاري تسببت بمقتل مدني وإصابة أربعة آخرين في بلدة سرمين شرقية إدلب،
ومقتل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بالقرب من بلدة أرمناز غربي إدلب. الحكومة السورية المؤقتة أدانت القصف الأخير على ريف إدلب، مشيرة إلى أن تلك المجازر تأتي ضاربة عرض الحائط مبادئ القانون الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لاستمرار الإفلات من العقاب لما أسمتها بعصابات الأسد، والسعي لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمتها عن جميع جرائمها وتحقيق العدالة والإنصاف للشعب السوري. إن إحصائية الدفاع المدني الأخيرة تمثل حالة السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمن منذ أن بدأت سلطة الأسد مواجهة الانتفاضة السورية بكافة أنواع الأسلحة واستخدامها سياسة الأرض المحروقة في ظل فشل جميع مسارات ومبادرات الحل السياسي. قتل طفل وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في شارع السرفيس وسط حي الأشرفية في منطقة عفرين شمالية حلب بحسب مراسل حلب اليوم. وقال مراسلنا إن الدفاع المدني نقل الأطفال المصابين إلى أقرب مشفى لتلقي العلاج اللازم وتفقد المكان، فيما كانت هذه الحادثة هي الثانية خلال أسبوع في منطقة عفرين، حيث انفجرت دراجة نارية يوم الجمعة الماضي بالقرب من دوار نيروز دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين. طالب أهالي منطقة جنوب الإنفور في ريف إدلب بتحسين واقعهم المعيشي، ووجهوا عدة نداءات للمنظمات على أمل تفعيل الخدمات وتقديم المساعدات لهم وسط ابتعاد كافة أشكال العمل الإنساني عن تخديم المنطقة. التقرير والتفاصيل. لم تنتهي مشكلة انعدام المظاهر الخدمية في منطقة جنوب الإنفور حتى الآن، يناشد أهلها في تحسين واقعهم المعيشي. ألاف العوائل بلا مواد تدفئة وهم في أمس الحاجة لها، لأن مناخ المنطقة شديد البرودة مقارنة مع غيرها من المناطق، وهم بحاجة للمواد الغذائية. يقولون أن المنظمات تتعمد تجاهلهم بحجة القصف المستمر على بعض المناطق. يعني في منظمات عم تقدم بس شيء لا يذكر، ونحن عدد كبير هون يعني ضيع. انا اليوم عم بقول لك جنوب الانفور بتعد شيء 20 لل 25 ضيعه واكثر. بالنسبه حتى للنقاط الطبيه عندنا هون نقطتين طبيه، يعني انت اليوم على موجب عدد السكان يعني التخديم الجماعه بيقدموا لك اسعافات اوليه، بيحولوك على ادلب، بيحولوك على ريحه. اخي بالنسبه لجبل زاوي، نحن من حلب المدينه ناسحين لهون صرنا 5 سنين، وضع مأساوي جدا. نحن بحاجه لتدفئه ولالبسه ولمواد غذائية، يعني هون الوضع مأساوي جدا. موجودين والسكان تقريبا نسبة كبيرة رجعت على بيوتها ورجعت على أراضيها ورجعت، لأنه نحن ما بنستغني نستغني عن أرضنا ولا بنستغني نستغني عن بيوتنا ولا بنستغني نستغني، لأنه هون حياتنا وهون روحنا، يعني روحنا موجودة بهالأرض عم تنبت بهالأرض. فجبل الزاوية الخدمة فيه 90% مهدومة. مهدومة بحجة شو؟ بحجة إنه خط جبهة ما بسجل منظمات تجي، فإذا أجت منظمات شو الإشكال يعني؟ يعني هل بيجي بالمنظمة روح أغلى من روحنا؟ ألاف العوائل عادت إلى قراها بعد حملة التهجير التي قام بها النظام في أواخر 2019، وجلهم من أصحاب الدخل المحدود ويفتقدون إلى المقومات الأساسية للعيش بدون أن يسمع أنينهم. أغلب مشاريعنا مرتبطة بداعم خارجي له، موظفين على الأرض. هذول الموظفين موضوع الوضع الأمني عم يكون عائق كبير يعني بالنسبة لوصولهم معنا على هاي المنطقة. نحن كمنظمات محلية سورية ما عنا مشكلة إنه نشتغل بأكثر الأماكن، خلينا نقول فيها وضع أمني ما نمستتب لك بغرض إنه نوصل الحاجة، لكن دائما ربط المساعدات بطرف خارج عم يكون في عنا عائق بالموضوع. ربما لعنة الجغرافيا هي التي جعلت أهالي المنطقة بحاجة للمساعدات الإنسانية في وقت كانت هذه الأراضي الزراعية تعود عليهم بما يكفيهم دون الحاجة لأي جهة كانت. بالرغم من الاتفاقات الدولية التي تؤكد على استقرار منطقة جنوب الإنفور، إلا أن المنظمات الإنسانية رفعت يدها عنها بحجة القصف وعدم استقرار المنطقة، وهذا ما يقول عنه الأهالي أنه معادلة متناقضة مع طبيعة العمل الإنساني. عامر عاصي، جبل الزاوية، حلب اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. العراضة الشامية في مدينة الباب
تراث عززه مهجرو غوطة دمشق في ريف حلب. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. 11 عاما مرت على تشييد أول مخيم للنازحين في منطقة أطمة شمالية أدلب. مرت كل تلك السنوات حاملة في ثناياها آلاف القصص والحكاية. مراسلنا سعيد سعيد زار مخيمات أطمة ورصد تغير أحوال المخيمات وأحوال ساكنيها خلال تلك السنوات وأعد التقرير التالي. مر 11 عاما على أول خيمة نصبت في هذه المخيمات معلنة بداية التغريبة السورية، والتي طالت أكثر من 10 ملايين سوريا مروا بهذه الخيام أو انتشروا في سائر بقاع الأرض. لم يكن يدري أبو محمد حين وصل لمخيمات أطمة على الحدود السورية التركية هاربا من قصف قوات الأسد أن مكوثه هنا سيطول لهذه الفترة. حمل معه القليل من أمتعته ومفتاح منزله على أمل عودة قريبة لم يكن له منها نصيب. سميت بمخيم الجزيرة، وعلى أساس 10 أيام نرجع. وصلنا هلا غداع السنة ما رجعنا، وسعتنا بنفس الخيمة، الخيمة اهترت وسعنا احنا ما رجعنا. وصلنا 11 سنة وجاني 3 أولاد بالنزوح، نهاية 3 أولاد بالنزوح، عمار لهذا الولد 11 سنة والأصغر منه 7 سنين والأصغر 5 سنين، ولحد الآن نحن ساكنين بمخيمات أطمة. لم تعد تقوى الخيام على تأمين الحياة الكريمة لساكنيها، ولم تبقى هذه المخيمات على حالها حين بدأت قبل 11 عاما، فلا بد لأهلها من التماشي مع واقع لا مهرب منه. منازل الطوب مع اختلاف أسقفها وكثرة عددها كانت الملاذ الذي لجأ إليه سكان المخيمات، والتي شهدت نشأة جيل كامل عاش تحديا صعبا في سبيل تأمين متطلبات حياته. قبل 11 سنة ما كان موجود هذا العمار. من الخيام تطور لجدران مسقوفة بشوادر أو بصفيح أو حتى مصبوبة ولكن صبات بسيطة. الجيل اللي كان هون بالمخيم بالبداية عانى صراحة كتير كتير بالتعليم، بعدين تم فتح المدارس، صار في تأخير في دخول الجامعات، لكن اليوم نشوف منهم الطبيب والمهندس، ونشوف عدد كتير كبير منهم هن موجودين بالمنظمات وموجودين كطلاب جامعيين. مع طول فترة مكوثهم هنا لجأ سكان المخيمات لنقل صنائعهم وتجاراتهم إلى هنا، فأصبحت أسواق المخيمات تضاهي بعض الأسواق في المدن القريبة، فكل ما يطلبه سكان هذه الخيام متوفرا في هذه الأسواق التي تضاعف سعر العقار فيها لأكثر من 150 مرة. تخبرك يا فطات المحال هنا على أن لا شيء يساوي عودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجرهم منها نظام سلطة الأسد وروسيا. بالنسبة للأسواق متوفر كل شيء، ما ناقص مخيمات أي شيء من مواد، يعني بالضاهي المدن. بالنسبة لأسعار العقار مرتفعة كون في اكتظاظ سكاني كبير، وبالنسبة للناس إذا رجعت على بلادها والله سبحانه وتعالى فرج عليها، حق الأراضي هون صفت صفر لا شيء. يجمع كل من في هذه الخيام على أن لحظة خلاصهم من سلطة الأسد كفيلة بأن تعيدها خاوية على عروشها كما كانت قبل 11 عاما. سعيد سعيد، حلب اليوم، من مخيمات ريف إدلب الشمالي. ينضم إلينا سيد محمود الحموي ناشط وإعلامي يحدثنا من إدلب. مرحبا بك معنا سيد محمود. ما هو أهم ما استدعى ولا يزال يستدعي هذا النزوح والبقاء في هذه المخيمات؟ تحياتي لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين. هذا النزوح الذي فرضه علينا طبعا وعلى أهلنا النظام المجرم والعدوان الروسي والميليشيات المؤيدة لهذا النظام، التي بدأت بالقصف العشوائي بداية من نهاية العام 2012، حيث بدأ النظام بالقصف المدفعي والقصف الصاروخي، وفيما بعد بالطيران التي تلقى المروحية، الطيران المروحي الذي يلقي البراميل المتفجرة بنكهات متعددة، سواء كان غاز الكلور أو غازات أخرى كغاز السارين التي ألقته القاذفات السيخوي. هذا القصف دفع الناس إلى النزوح، يعني لابد كان من الأهالي أن يبحثون على أماكن آمنة لكي حتى يأمنوا على أطفالهم. هذه القذائف الصاروخية
التي كانت تمزق أجساد الأطفال التي كانت في الحقيقة تحدث دمار، تحدث قتلى، تحدث جرحى، فكان هناك بشكل دائم شهداء جرحى. فهذا الأمر دفع بالأهالي إلى النزوح باتجاه الشمال. نعم. 11 عاما اليوم سيد محمود، ما هي أهم احتياجات المخيم؟ تمام أخي الكريم، في نهاية العام 2012 حتى الآن 11 عام تقريبا، هذا النزوح الذي جمع الناس ليس النزوح فقط وإنما التهجير القسري أيضا، فأصبحت أعداد كبيرة جدا في الشمال السوري، سواء التي بدأت في أطمية تجمعات الكرامقة ثم دير حسان ثم باب سقار، فكثير من المخيمات التي أنشأت وحدثت بسبب النزوح وبسبب التهجير القسري. ما حاجة هذه أهالي هذه المخيمات بحاجة إلى كل شيء، إلى أدنى مقومات الحياة اليوم باتوا يفتقدونها. اليوم الكل يراقب ويرى كيف المساعدات الغذائية بدأت تتلاشى، المساعدات الطبية، المساعدات الإنسانية، الذين تركوا ديارهم وتركوا أهليهم وتركوا أراضيهم، طبعا نزحوا بكل شيء لكن تركوا مصالحهم وراءهم، تركوا أراضيهم مصالحهم الزراعية، كانوا يعملون على سبيل المثال ريف حماة الشمالي منطقة زراعية يعني يعتمد أهله على المحاصيل الزراعية وزراعة أراضيهم، تركوا كل شيء وراهم وأتوا إلى هذه المناطق. إذن حتى البطالة منتشرة، قلت العمل، ففرص العمل قليلة جدا، بنفس الوقت اللي يفتقدون إلى كل شيء. نحن اليوم في فصل الشتاء، هناك أجواء باردة كما ترون، أجواء باردة قارصة، بحاجة إلى تدفئة، بحاجة إلى مواد غذائية، بحاجة إلى ألبسة، بحاجة إلى كل شيء. يعني هناك عائلات الحقيقة يعني الخيام التي يسكنونها لا تقوى على حمل أنفسها، فكيف تقوى على رياح أو على أمطار غزيرة أو على ما إلى ذلك عواصف، فيفتقدون إلى كل شيء في الحقيقة. يعني أشكرك سيد محمود الحموي، ناشط وإعلامي حدثتنا من إدلب. كشفت وسائل إعلام مقربة من سلطة الأسد عن عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة، لكن دون إعلان رسمي، من خلال تحويل الرحلة المجدولة في مطار اللاذقية إلى العاصمة، ويأتي ذلك بعد توقف لأكثر من شهرين من جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة. وقال موقع ثربريس الموالي إن عددا من المسافرين أبلغوا بتحويل رحلاتهم مساء أمس من مطار اللاذقية إلى مطار دمشق الدولي، ووفقا للمصادر فإن طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام أقلعت نحو موسكو، وأعلنت شركات الطيران عن إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي دون تصريح رسمي من وزارة النقل لدى حكومة دمشق. يذكر أنه في 26 من تشرين الثاني الماضي شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت مطار دمشق الدولي، ما أدى لخروجه عن الخدمة. أعلن الأردن ضبط عشرات المطلوبين بقضايا مخدرات، بينهم أشخاص وصفهم بأنهم يرتبطون بعصابات إقليمية. وقال بيان للأمن الأردني إن العملية في منطقة الرويشد التي تتوسط الحدود السورية العراقية السعودية حققت أهدافها، وأفضت لإلقاء القبض على عدد كبير من مهربي المخدرات وتجارها. وقال إنه نتج عن العملية إلقاء القبض على 33 شخصا من المطلوبين بقضايا تهريب المواد المخدرة والإتجار بها، منهم 4 من المطلوبين الخطيرين، مع ضبط كميات من المواد المخدرة و30 سلاحا منها بعيد المدى وذخائر وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال ومناظير ومركبات ولوحات مزورة. تشهد الأفراح والمناسبات في مدينة الباب شرقية حلب حضورا متميزا لفرق العراضة الشامية وعروضها، والتي عززها استقرار الكثير من مهجري غوطة دمشق في المدينة منذ 5 سنوات. تحتدم المبارزة هنا وكأنها نزال في أرض معركة، لكنها في الواقع استعراض للمهارات والفنون القتالية ضمن فقرة للعراضة الشامية خلال أحد الأفراح في مدينة الباب شرقية حلب. بهذه الحركات يناور بشار محاولا الانقضاض على خصمه المفترض، خصومة مصطنعة لإمتاع الحاضرين تنتهي بالصلح مع اختتام العرض. طبعا لعبة السيف والترس هي إلى أحوال وإلى أسماء لحركات كمان، يعني في حركات مثلا نحن بنقول حكم، لعبة حكم، في شيء باللعب الجماعي بنقول له ناعورة أو بحرة، في أسماء مختلفة يعني
بأطل قوة من أجدادنا على هاي اللعبة وعلى أشكال لعبة السيف والترس. العراضة الشامية تراث مميز وشكل من أشكال الفنون الشعبية تناقلته الأجيال على مدى عقود، ولا تزال حاضرة في الأفراح والمناسبات، تؤديها فرقة يسود الانسجام بين أعضائها وكأنهم صوت واحد في أداء الوصفات والأهازيج. نحن كعراضة شامية من أبناء دمشق، هذا تراثنا، بعد تهجيرنا نقلنا هذا الأمر معنا من غوطة الشرقية وجبناه معنا له. في معنا بعض الأشخاص كانوا متعددين من أكثر من فرقة، جمعنا الشباب وشكلنا هاي الفرقة باسم فرقة رجالك يا عشان. إحنا عبارة عن نقل أجدادنا وأبهاتنا، وهلأ عم ننقل صورة إحنا للأطفال وللجيل اللي طالع. تنتشر فرق العراضة الشامية بشكل واسع في عموم المدن والبلدات السورية، ووجودها مرتبط بالأفراح والاحتفالات، ولكل منطقة ما يميزها من حيث الأهازيج والوصفات واللباس، لكن جميعها تنهل من الفولكلور الشعبي والتراث الشامي الأصيل. تبقى العراضة الشامية ذات أهمية كبيرة لدى السوريين، وتعد من طقوسهم القديمة لأنها مرتبطة بجميع المناسبات والأفراح منذ القدم إلى يومنا هذا. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة الباب. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.